الاجتماع ديال اليوم هو اجتماع اللي كيضم اولا التنسيق ما بين المنظمات النسائيه التابعه للاحزاب السياسيه وكذلك الاحزاب السياسيه المتواجده في المعارضه وكذلك جمعيات من المجتمع المدني. وستكون هذا كل شيء تهيئ لليوم العالمي للمرأة اللي غادي يكون كل سنة يوم 8 مارس. والهدف هذه السنة من هذا التنسيق ما بين التنسيقات ديال المنظمات النسائية للأحزاب المعارضة والمجتمع المدني هو الخروج في مسيرة حاشدة سيكون شعارها المساواة والديمقراطية من أجل تكريس المساواة في بلادنا والمناصفة الذي نص عليها بصريح عبارة الدستور 2011. وما لاحظنا عند تهيئ هذا التنسيق ما بين هذه الهيئات السياسية والمجتمع المدني هو انخراط كبير للنساء المغربيات من أجل الخروج في 8 مارس. وغادي تسولوني لماذا هذه 8 مارس بالضبط؟ يعني كاين هذه التعبئة الاستثنائية للنساء المغربيات لأن لاحظنا على أن من خلال برامج هذه الحكومة من خلال تأييد مراكز المسؤولية من خلال خطابات رئيس الحكومة داخل قبة البرلمان عند المسائلة الشهرية لاحظنا كذلك أن البرامج كلها ما تتنكبش وما تتنصبش في اتجاه لا المناصفة ولا حتى المساواة بين النساء والرجال في بلادنا بل لاحظنا عكس ذلك. إذا كاين اليوم خطورة بعد المكتسبات الهامة والكبيرة التي حققتها المرأة المغربية بالإرادة السامية لجلالة الملك محمد السادس نصر الله اليوم ناقص خطر. اليوم تعقد ائتلاف المساواة والديمقراطية اللقاء ديالو من أجل التعبئة لمسيرة المساواة والديمقراطية التي ستعرفها مدينة الرباط يوم 8 مارس بمناسبة اليوم العالمي للمرأة. وطبعا هذه المسيرة التي تأتي في ظل واحد تراجع خطير على مستوى المكتسبات الحقوقية للمرأة المغربية أو على المستوى الإقليمي وما تعرفه من انتكاسات حقوقية ترخي بظلالها على المغرب. وهذا الائتلاف المكون مجموعة من الفعاليات الحقوقية والنقابية والجمعوية هو ائتلاف أبى إلا أن يشارك في هذه المسيرة ليعبر عن ليس غضبه ولكن عن رفضه التام لعدم تنزيل مضامين الدستور المتعلقة بالمناصفة وكذلك لعدم الحفاظ على المكتسبات الحقوقية التي ركمتها المرأة المغربية طيلة هذه العقود. وبالتالي فهو ائتلاف قوي، ائتلاف للشعب المغربي من أجل تحقيق مساواة حقيقية ومن أجل ديمقراطية حقيقية وليس مجرد شعارات. نحن اليوم سنجتمع جميعا في مسيرة للشعب، مسيرة لنقول كفى من التراجعات، كفى من الفكر الظلامي الذي يريد أن يعيدنا إلى عهود ولت، كفى من التراجع عن المكتسبات الحقوقية التي راكمتها الحركات النسائية وراكمها الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والحقوقي، لنقول لرئيس الحكومة بأننا نحن لسنا 100 امرأة بل نحن مئات، وإن كنا 100 فهم يشكلن ومن ورائهن مئات وآلاف من النساء، لنقول له كفى من خطاب التبخيس وكفى من خطاب التذليل، وأنت رجل تمثل الدولة وتمثل رئاسة حكومة بصلاحية دستورية جد مهمة جاءت نتيجة لحراك مجتمعي كرسه دستور 2011، نقول لك يكفي من هذه المهازل وسنقف وقفة امرأة واحدة إلى جانب إخواننا يدنا في أيديهم من أجل الحفاظ على المكتسبات والدفاع عن الحقوق والتنزيل الحقيقي للدستور، وليعي تمام الوعي هو وحكومته أن هذا الشعب يعي تماما واع بما يفعلونه، واع بالخطاب الذي كان في برنامجهم وما يعيشه الشعب المغربي اليوم من تراجع على مستوى القدرة الشرائية، تراجع على المستوى الحقوقي، تراجع على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية. ومسيرة 8 مارس هي مسيرة ديال يدير يدي في يديك باش ندافعوا على المكتسبات وباش ندافعوا على حقوقنا وباش نكونوا معا بعجلتين ليسير هذا الوطن الى مسار التقدم. هذه هي مسيرتنا ومسيرة النساء والرجال، مسيرة الشعب، مسيرة الحفاظ على المكتسبات. كينعقد هذا الاجتماع في اطار الاعداد لتخليد اليوم العالمي للمرأة يوم 8 مارس اللي غادي يصادف يوم الاحد ان شاء الله،
وهو واحد السياق وطني اللي كيعرف واحد التراجع في مجال حقوق النساء والمساواة والديمقراطية بصفة عامة. كنعرفوا بأن هذه الحكومة جات من بعد واحد دستور جد متقدم، دستور يركز قضية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للنساء والرجال، وكرس المساواة بين النساء والرجال، وجاب واحد المقتضى جديد ديال المناصفة. ولكن كنلاحظوا بأنه في الواقع هناك واحد الهوة كبيرة ما بين الدستور وبين الواقع. علاش؟ لان كنلاحظوا بان الحكومه ما عندهاش واحد الاراده سياسيه اللي غادي يمكن تقدمنا ويمكن بها نحققوا تقدم بلادنا في مجال حقوق النساء. ذلك الذي يثير في الحقيقه حفيظه النساء هو انه تدني الخطاب السياسي تجاه النساء. فنلاحظ انه حتى في قبه البرلمان من طرف الوزير، من طرف رئيس الحكومه، اما من طرف رئيس الحكومه او من طرف بعض الوزراء ديالو اللي كيخاطبوا النساء داخل قبه البرلمان من مختلف الفرق بواحد الطريقه اللي ما كتليقش لا المستوى ديال اللغه الحقوقيه واللغه القانونيه اللي كيخصها تكون في المؤسسه التشريعيه، وما كتليقش بمسؤول حكومي اللي يمكن له يتكلم بديك الطريقه، وما كتليقش بالخصوص بالنساء المغربيات اللي هما كيكافحوا في مختلف المجالات خارج البيوت في البيوت، يعني جميع الاعمال كيقوموا بها النساء. وبالتالي فلا يمكن ان نقبل ان يستمر تمييز ويتم التراجع عن المكتسبات. نحن نعتبر ان محطات 8 مارس لهذه السنه ستكون محطه متميزه، لان اعتبرناها انها مسيره وطنيه تهم النساء والرجال الذين يؤمنون بالديمقراطيه والمساواه. هي ديمقراطيه ستكون بالوان الوطن، ليس فيها لون لحزب سياسي او ايديولوجيا لجهه معينه، وانما ستجمعنا كلمتين فقط، هذه الكلمات هي المساواة والديمقراطية، من أجل مغرب يحافظ على كل المكتسبات التي جاءت بها الحكومات المتعاقبة. المشاركة ديال في المسيرة ديال 8 مارس يعني يمكن نعتبروه شيء ماشي طبيعي، نقولوا بديهي، لانه اليوم كاين تراجعات على عديد من المسائل، خاصه في تنزيل او في ترجمه الدستور على ارض الواقع. كاين واحد النوع ديال التماطل اللي هو كيضرب في الصميم الحقوق ديال المراه خاصه، ولو انه مسيره 8 مارس هي كذلك تعبير على واحد يعني واحد يمكن نقولوا سئمنا من هذا التماطل ديال الحكومه، سئمنا من احتكار الراي الواحد والوحيد للساحه السياسيه. المشاركه ديالنا كتجي في واحد الاطار ديال تهيئ لواحد الذكرى اساسيه، هي ذكرى 8 مارس واللي عندها دلالات تاريخيه في المجتمع الانساني، لان ذكرى اللي كانوا تظاهروا فيها نساء امريكيات كان كيتبارس عليهم الحيف، ويجب التذكير بهاد الذكرى هذه. والنساء المغربيات دائما كانوا حاضرات في قلب الاحتجاج وفي قلب الدفاع على حقوقهن، ولكن كيعتبروا على ان هذه الحقوق ما كتنفصلش على الحقوق المجتمعيه كلها، الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه والسياسيه والثقافيه بوجه عام، على اعتبار ان القضيه النسائيه يعني كنعتبروها انها قضيه مجتمعيه ولا تنفصل عن الرهانات وعن الصراع السياسي والاجتماعي، بمعنى اننا ما كناخذوهاش كقضيه منعزله على هذا السياق. كتاخذ كذلك دلالتها من كون انه الان في اطار ما يعيشه المجتمع الدولي من تطاحنات، من تدافعات، ما يعرفه المحيط الاقليمي من مد ومن كذلك من اثار اللي كان احنا النساء كنعانيو منها اكثر، خاصه المد الاصولي اللي كيخلي ان المراه هي اللي يعني كتأدي فاتورة كل هاد التطاحنات اللي كاينة. إذا فاحنا واعيات أشد الوعي بأن مستقبلنا كنساء يعني مهدد، وبالتالي مكتسباتنا اللي ركمتها الحركة النسائية أصبحت مهددة في ظل خاصة الحكومة الحالية اللي توجهت عوض ما أنها تباشر الإصلاحات وتواصل الإصلاحات السياسية
وانها تفعل الدستور خاصه الفصل 19 وعوض انها يعني تزيد تراكم يعني وتحتفظ على هذه التراكمات في الانجازات يعني اختارت الطريق السهل وهو الاجهاز على المكتسبات يعني النسائيه، وبالتالي انه كان من الضروري التقاء الارادات السياسيه ومن الضروري التقاء المجتمع المدني في اطار هذا الائتلاف والتعبير والاحتجاج. انا كنقول ماشي غير الاحتجاج، التمرد على هذه السياسه المنتهجه اللي رئيس الحكومه اختار انه يستهدف بها نساء المغرب، وكنقولوا نساء المغرب ككل. 8 مارس هو محطه نضاليه أساسية على المستوى العالمي لتقييم حصيلة السياسات الحكومية في مجال نهوض وحماية الحقوق الإنسانية للنساء. كيف ما كنعرفوا المغرب له دستور جد متقدم خصص 19 فصل لحقوق النساء، وكان واضحا في المساواة، في تبنيه للمساواة في الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للنساء، كما كان واضحا في حظره للتمييز، وكان واضحا في أولوية الاتفاقيات الدولية ما تصادق عليها المغرب. ماذا فعلت الحكومة؟ ماذا فعلت لكل هذه الفئات؟ إذا المسألة تتعدى فقط الإجهاز على حقوق النساء، بل هي عرقلة للتنمية، هي عرقلة للديمقراطية. بالإضافة للتراجع في الخطاب، كنقولوا أن لازال عندنا واحد العقليات اللي تمييزية اللي كتشوف النساء فقط في الأدوار النمطية السلبية. الآن مع الأسف لنا رئيس الحكومة يعمل على تغذية هذا الخطاب بشكل قوي عوض مواجهته. هذا مسؤول ينشر خطاب التمييز، ينشر خطاب التحقير، ينشر خطاب ديال اللي كيمشي الى حد انه يبغي يرجع النساء حتى المكتسب اللي هو تاريخي انساني، اللي هو العمل. النساء في المغرب كانت دائما كتشتغل، عمرها ما كانت جالسه في الديور. اذا في الوقت اللي رئيس الحكومه كان خصو يشجعها وكان خصو يدفع بها باش يمكن ليها تحتل مناصب القرار، باش يمكن ليها تقوم بالتنميه، على عكس ذلك كيطالبها وكيتحصر على كونها انها غادرات البيت. اذا هناك تلاقي، لان لا ديمقراطيه بدون مساواه، بدون اقرار حقوق نصف المجتمع. مسيره 8 مارس بالنسبه لنا واللي هي مسيره عالميه ومسيره وحنا هنا في المغرب بينا تنجح يعني بشكل كبير، لاننا حنا كنطالبوا بواحد العدد الحقوق اللي من اولهم المساواه والديمقراطيه وحقوقنا، اللي هي يعني تم واحد التراجع وتراجع كبير مع هاد الحكومه اللي هي كاينه دابا.